الدنيا تبقى احسن باذن الله كمان يعني. ان شاء الله تكون احسن بس اللي الناس تكمل بقى، لان يمكن مين الناس؟ خلاص نكتفي لو. احتمال كبير اكتفي بهذا القدر يعني، وناس تيجي تكمل في لجنه الحكام. لا والله. والله بجد، وناس تيجي واساعدهم من بره. ده خبر كبير ده. عادي يعني. يعني انت تكمل دوام الحال؟ مش عايز تكمل في رئيس لجنه الحكام؟ مش عاوز اكمل، انا عاوز ندي الفرصه لناس تانية تدير لجنه الحكام وتجتهد. ليه؟ ليه؟ يعني انت شغال كل ده وعمال تعمل في حاجات وبعدين تجيب حد تاني بعد شغلك؟ مشكله يعني، لازم ممكن يبوظ لك شغلك. لازم ندي بس رساله للناس ان دوام الحال من المحال، وان انا عادي مش مخلد ولا حد مخلد. انا بشكرك طبعا يا كابتن. لا بس انت كده بتعمل حاجه جديده، ان انت تبقى بتوصل لحاجه وانت فيها تقول لهم انا مش عايز، عايز امشي وحد تاني. بالعكس، احنا انا دي لي ثلاث مواسم تقريبا، سنتين ونص. اعتقد حاجه كتير. انا رايي انه كتير، فتره زمنيه كبيره. نجيب ناس تانية تغير، تخش فكر جديد، بس ما تغيرش، ما تهدش. ده نصيحتي ليهم يعني. ان اللي يجي ما يهدش، يبقى عنده ضمير ويعمل لصالح التحكيم المصري، ونتعلم من اخطائنا في الماضي. حتى لو ناس مسكوا في الماضي واخطاوا، اتمنى نتعلمه من اخطائهم. بشكرك يا كابتن عصام، شكرا جزيلا.